قصص الغش الامتحاني في المدارس والجامعات ما بتنتهي. خبري الآن بينقسم كده لحالتين. الحالة الأولى طالبة ماجستير في إحدى الجامعات المصرية، ما شاء الله عليها، راحت على الحج وخلت طالبة ثانية تقدم الامتحان بدالها. فاللي صار إنه خلال امتحانات طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة بني سويف اكتشف المراقب إنه في طالبة مسافرة على السعودية عشان تأدية مناسك الحج، وخلال الامتحان حضرت طالبة ثانية علشان تقدم بدالها. اللافت في الموضوع إنه هذه الطالبة اللي جلسة بتغش في الامتحان وبتخلي طالبة ثانية تقدم عنها مو بس رايحة على الحج، لا كمان هي موظفة بجهة قضائية. ما شاء الله ما شاء الله. أما الحالة الثانية عاد فكمان صارت في نفس الجامعة، فتم اكتشاف حالة غش لطالبة بكلية التجارة جلسة بتقدم عن زميلتها الامتحان لأنها حامل. وقت ما شك فيها المراقب في هويتها اعترفت أنها جاية تقدم الامتحان يعني عن زميلتها، يعني لأنه زميلتها حامل يعني. المهم طبعا الحالتين تم تحويلهم للنيابة العامة وتم استدعاء الطالبتين المتغيبتين كمان.